كيف ما كيعرف الجميع ان الخزينه ديال الرجاء فيها 29 لقب حلال تقاتلوا عليها اللعابه حتى داوهم لقب بلقب. اليوم ان شاء الله غنوريكم كاع هاد 29 لقب اللي فاز بهم الرجاء واحد بواحد. نبداو على بركه الله، 3 2 1 كونوا على القرص. السلام عليكم خوتي الرجويين خوتي الرجويات، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره كتفرجوا فيا شارك في القناه، متاكد غيعجبك المحتوى الرجاوي، فعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد في الدقيقه الاولى. فريق الرجاء من نهار خرج للدنيا في 20 مارس 1949 الى يومنا هذا فاز ب 29 لقب. واخا كيبان لشي ناس بلي هذا رقم قليل بالنسبه لهم، ولكن على الاقل حلال وتقاتلوا عليهم اللعابه وقدموا كل ما عندهم حتى جابوهم واحد بواحد. من بعد 25 عام من تأسيس النادي أي عام 1974 تلاقات الرجاء مع الماس في الفينال ديال كأس العرش. الماتش اللي تلعب في دونور وكان مدرب الرجاء آنذاك محمد تيباري سال الماتش بفوز الرجاء ب1-0 من توقيع العربي. الرجاء توج بأول لقب كأس العرش وأول لقب في التاريخ ديال النادي. داز 3 سنين بالضبط 17 يوليوز 1977، الرجاء كيسافر للعاصمه الرباط باش يلعب نهائي كاس العرش مره اخرى، هاد المره ضد الدفاع الحسيني الجديدي. الرجاء كيتوج بكاس العرش المره الثانيه بعد ما سال الماتش بفوز النسور ب1-0. الهدف الوحيد جا من بيلانتي ماركاه عبد اللطيف بكار، والرجاء كيتوج بثاني لقب كاس العرش. موسم 1981-1982 الرجاء كيحتل المركز الخامس في البطوله، ولكن ما كيخرجش بيدي خاوي. في 14 مارس 1982 في تيران الصخور السوداء في كازا الرجاء كيلعب الفينال ديال كاس العرش ضد نهضه قنيطره، وبحال 1977 عبد اللطيف بكار كيسجل الهدف الوحيد في الماتش وكيهدي الفريق ثالث لقب ليه في منافسه كاس العرش. موسم 1987-1988 فريق الرجاء تحت القيادة ديال المدرب البرتغالي فرناندو كابريتا فاز على فريق اتحاد سيدي قاسم ب1-0 من توقيع عبد الرحيم حمراوي في الدورة قبل من الأخرى في البطولة، وذلك النصر كيتوجوا بأول لقب ديال البطولة في تاريخ الفريق. عام 1989 الرجاء كيشارك لأول مرة في كأس إفريقيا للأندية البطالة في المسمى ديال القديم، وقدر يوصل الفينال ويواجه فريق مولودية وهران. الماتش الآلي تلعب في مركب محمد الخامس بحضور 50,000 متفرج. الماتش السالة بفوز الرجاء بهدف لصفر من توقع ديان. الماتش الروتور تلعب بملعب 19 يونيو بمدينة وهران في الجزائر. الماتش السالة بفوز مولودية وهران بهدف لصفر، بالتالي الماتش السالة تعادل ومساو الفرق على البلانتيات، وربح الرجاء 4-2 وفاز باللقب واللي هو أول لقب قاري في تاريخ الرجاء في أول مشاركة للفريق. 18 فبراير 1996 الرجاء والوداد تلاقاو في ربع نهائي كأس العرش في الديربي المشهور اللي سالب أكبر نتيجة في تاريخ الديربي البيضاوي. الماتش السالة 5-1، وبالتالي الرجاء قصى الوداد من كأس العرش وتأهل لنصف النهائي، وقصى رشيد البرنوسي بحيث فاز عليه ب3-0 وداز الرجاء الفينال وتلاقى مع الجيش، واستطاع الرجاء يفوز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني بهدف قاتل من عبد اللطيف جريندو، وبالتالي فاز الرجاء بلقب كأس العرش للمرة الرابعة. بعد شهرين قبل ما تسالي البطولة ب3 دورات رجال المدرب الروسي كينادي روكوف قدروا يحصدوا لقب البطولة على بعد 9 نقاط من الوصيف أولمبيك خريبكا، وبالتالي النصور كيحققوا ثنائية الدوري والكاس في نفس الموسم. الموسم اللي من بعد 1996-1997 الرجاء قدر يفوز بلقب الدوري قبل 2 دورات من انتهاء البطولة بعد سباق قوي مع الغريم الوداد. الرجاء تحت القيادة ديال المدرب الروماني ألكساندرو مولدوفان قدر يحتل المرتبة الأولى بفارق 2 نقاط على الغريم ويتوج بلقب البطولة للمرة الثانية على التوالي. الموسم اللي وراه قدر فريق الرجاء يوصل لنهائي دوري ابطال افريقيا بالمسمى الجديد ويواجه فريق اشانتي جولد الغاني. الرجاء خسر مباراة الذهاب ب1-0، في مباراة الاياب فازوا النصر ب1-0 الهدف اللي سجلوه عبد الكريم نازير قبل ما يسالي الماتش ب11 دقيقة. الماتش سالى بالتعادل بنتيجة الذهاب والاياب، ومشوا الفريقين لضربة الترجيح اللي فاز بها الرجاء وتوجوا النصر باللقب وهو ثاني لقب قاري للفريق. بعد 5 شهور من نفس الموسم الرجاء كيفوز على حسنية اكادير باكادير ب1-0 وكيتوج بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي برصيد 67 نقطة وبهزيمة واحدة، وهو رابع لقب دوري في تاريخ الفريق. الموسم اللي من بعد وبالضبط في 25 ابريل 1999 الرجاء كيلعب مباراة كأس الأفرو آسيوية ضد فريق بوهانغ ستيلرز الكوري. ماتش الآلي في كوريا سالب التعادل 2-2، سجل الرجاء كل من المستودع وخليف.
في ماتش روتور في كازا زكريا عبوبكي ماركي الهدف الوحيد في الماتش وكيهدي اللقب للفريق. بعد شهرين تحت قيادة المدرب أوسكار فيلوني راجا كيفوز على شباب مسيرة بجوج الواحد وكيفوز بلقب الدوري المرة الرابعة على التوالي براسي 62 نقطة. موسم 99-2000 راجا وصل نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد ترجي تونسي، ماتش الذهاب في ملعب الأبجيكو سالى بتعادل 0-0. في ماتش الرجوع في ملعب المنزه في تونس في الدقائق الأولى من الماتش الحكم كيصفر بيلانتي للترجي وكيعطي الحمراء للكابيتان عبد اللطيف جريندو، وخا هكاك الشاهد اللي كيتصدى البيلانتي. راجا كيكمل الماتش 10 لعابة. الماتش سالى كيف ما بدا بتعادل 0-0 من بعد ما يمشوا الفرق لضربة ترجيح، وبتصدي الشاهد ليه البيلانتي ديال اللاعب الواعر كيهدي للراجا لقب الشامبيونز ليغ رغم الظلم التحكيمي اللي تعرض ليه الفريق. وبهذا راجا كيتأهل لمونديال الأندية بالبرازيل، وبذلك أصبح الفريق أول فريق عربي وأفريقي كيتأهل لهذه البطولة، وقدم فيها الفريق مشاركة تاريخية رغم الإقصاء من الدور الأول. في نفس الموسم وبالضبط 5 مارس 2000 فريق راجا كيفوز على فريق أفريكا سبور الإيفواري بجوج الزيرو بأهداف كل من مباركي وأرمومن، وكيتوج بأول لقب سوبر إفريقي بعد ما كان خسرها في 1998. بعد 3 شهور بعد فوز الراجا على شباب المسيرة بربعة لواحد النصر كيحطم رقم جديد وكيتوج بلقب الدوري المرة الخامسة على التوالي براسي 59 نقطة قدم الوداد والماس. الموسم اللي من بعد 2000-2001 تحت قيادة المدرب الصربي سيلفستر تاكاش راجا كيفوز على الكوكب بواحد لزيرو وكيتوج بلقب الدوري مرة أخرى المرة السادسة على التوالي برصيد 64 نقطة، وبهذا راجا كيحطم رقم قياسي جديد بحصد البطولة الدوري 6 مرات متابعة. موسم 2003-2004 وبالضبط 9 نوفمبر 2003 تحت قيادة المدرب الفرنسي أنري ميشيل النصر قدر يوصل نهائي كأس الاتحاد الإفريقي في مواجهة فريق قطن سبور الكاميروني. ماتش الذهاب بدونو سالى بجوج زيرو من توقع بيدودانو ديالو. في مباراة الإياب ملعب رومد أجيا استطاع ريجال أنري ميشيل يحافظ على النتيجة ويساليو الماتش بالتعادل 0-0، وبالتالي كيتوج فريق الرجاء بلقب الكاف بالموسم القادم واللي هو أول لقب كاف في تاريخ الفريق. بعد شهرين الراجا كيفوز على الماس بجوج زيرو اهداف بيدودان وسليمان وكيتوج بلقب كاس العرش للمرة الخامسة في تاريخ النادي. بعد 5 شهور من نفس الموسم رغم الاقصاء من الشامبيونز ليغ الا ان الراجا قدر يتوج بطل الدوري للمرة الثامنة في تاريخ النادي بعد ما ربح النادي القنيطري بربعة لواحد. موسم 2004-2005 وبالضبط في 16 يوليو 2005 كتيبة المدرب ألكساندرو مولدوفان قدر يوصل فينال ديال كأس العرش ضد أولمبيك خريبكا الماتش اللي سالى 0-0 وفاز الراجا بضربة ترجيح وفاز بلقب كأس العرش للمرة السادسة. الموسم الجاي 2005-2006 الراجا كيتلاقى مع فريق انبي المصري في الفينال ديال كأس العرب. الراجا فاز على انبي على روتور وفاز باللقب واللي هو اللقب الأول والواحد ديال الفريق في هذه البطولة. موسم 2008-2009 الراجا كيفسخ العقد ديالو مع المدرب جون إفساي وكيتعاقد مع البرتغالي جوزي روماو اللي ساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري المرة التاسعة برصيد 61 نقطة. بعد ما ضاع اللقب في موسم 2009-2010 في آخر ماتش والإقصاء من تشامبيونز ليغ جا موسم اللي من بعد 2010-2011 وبعد تعاقد مع صفقات جديدة ورجوع لعابة آخرين مثل أبو شرون والرباطي والمباركي الراجا كيفوز بلقب الدوري للمرة العاشرة في تاريخ النادي وبالتالي كيزين القميص بنجمة العشرة الألقاب. موسم 2012-2013 وبالضبط في 18 نوفمبر 2012 الراجا كيلعب نهائي كأس العرش ضد الجيش في ملعب مولاي عبد الله بالرباط الماتش اللي سلب التعادل 0-0 قبل ما يحسم الراجا في ضربة ترجيح وينتزع لقب كأس العرش للمرة السابعة. بعد 6 شهور الراجا كيلعب آخر جولة في البطولة في ماتش قوي ضد الدفاع الجديدي سالى الماتش بجوج لواحد من توقع متولي من بيلانتي والكروشي من ضربة خطأ للسقة في 90، وبالتالي الراجا كيتوج بلقب الدوري المرة 11 واللي هو آخر لقب فاز به لحد الآن. الراجا حطم رقم قياسي في هذا الموسم كأقوى هجوم بتسجيل 56 هدف، وبالتالي الراجا كيقطع تذكرة كأس العالم للأندية 2013 اللي قدموا فيه النصر مشاركة تاريخية استطاع يحتل الوصافة بعد الباير. موسم 2014-2015 الموسم الكارثي الراجا بعد احتلال المركز الثامن في البطولة والإقصاء من كأس العرش ودوري أبطال إفريقيا ومشى لكأس الكونفدرالية والتقصى إلا أنه على الأقل توج بلقب كأس شمال إفريقيا باحتلاله المركز الأول بسبعة نقاط. موسم 2017-2018 رغم الأزمة اللي كان كيعاني منها الفريق إلا أن الراجا تحت قيادة المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو قدر يفوز على الدفاع الجديدي في فينال كأس العرش ويتوج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ النادي.
الموسم اللي من بعد 2018-2019 بالضبط في شهر 12، وبعد تولي زواد زيزة رئيس الفارق بعد ما مشى حسبان كاتيبيز غاريدو قدر يوصل لنهائي الكاف ضد فريق فيتا كلوب الكونغولي. الرازا قدر يربح في الاليف دونور اللي كان بلان ب3-0 بثنائية سفيان رحيمي وهدف محمود بن حليب. وفي ماتش الرسول بكينشاسا الرازا قدم اداء رجولي وخسر ب3-1 الهدف الواحد من توقع عبد الاله الحفيظي، وبالتالي النصر كيتوج بلقب الكونفدراليه الافريقيه للمره الثانيه في تاريخ النادي. بعد 3 شهور ومع تعيين فرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق خلف غاريدو، الرازا كيلعب مباراه السوبر افريقي ضد الترجي، الماتش اللي كان بالعاصمه القطريه الدوحه، ونجح الفريق الاخضر بالفوز على الترجي ب2-1 اهداف كل من الحفيظي وبانون، وبالتالي كيتوج الرازا بلقب السوبر الثاني في تاريخ الفريق. هادو هما الألقاب كاملين ديال الرازا من أحسن لزيد، زاد حسين لقب حالة الحمد لله، وإن شاء الله المزيد من الألقاب والبطولات إلا بقينا في الحياة. إيوا هادشي اللي كاين، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، عندي واحد طلب ليكم، أول مرة غنطلبكم، أنت ولا أنت اللي كتفرج دابا في الفيديو، بارطاجيه مع شي صاحبك ولا جوج، كوبي ليا ولوحو لي في واتساب ولا فيسبوك، اللي عجبك، المهم غير بارطاجيه، حيت فغيمون تقلب على الألقاب وكيفاش حتى ديناهم ماشي سهلة، خلي معاك لايك قبل ما تخرج، باش يطلع أكبر عدد من الرجاويين، اشترك في القناة إلا باقي ما اشتركتي، وفعل الجرس باش أنت تولي من الفاميلا. ها هو الانستغرام ديالي، إلا بغيتي تسولوني على شي حاجة ولا تصحوا لي شي حاجة قلتها، وما تنسوش الحوايج الصالة الوالدين الرجاء، وديما كونوا على القرص.